السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا بكم مشاهدينا الكرام إلى حلقة جديدة من تواصل دوت كوم. نعرض لحضراتكم أبرز ما تم تداوله عبر مواقع التواصل الاجتماعي. نبدأ من الفقرة الأولى في المقاطع المتداولة. عاد خطيب جمعة النجف وممثل المرجعية صدر الدين القبنشي إلى تصريحات مثيرة للسخرية والجدل بعد تصريحه الأول الذي قال فيه: إذا تفكك البيت الشيعي يعني نهاية العراق وذهاب الديمقراطية. لكن هذه الجمعة جاء صدر الدين القبنشي بتصريح آخر بعد اجتماع ما يسمى بالإطار التنسيقي الذي يضم زعماء الأحزاب والميليشيات الطائفية والتي خسرت الانتخابات مع زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر، واصفا هذا الاجتماع برعاية صاحب الزمان، ومن يقود العملية السياسية في العراق هو الإمام المهدي بحسب قوله. للمشاهد. جماعة الكتل الشيعية بالأمس كلهم بحمد الله تبارك، كل الكتل شيعة أهل البيت اجتمعوا. هذه خطوة بالاتجاه الصحيح، هو هذا المطلوب وهذا اللي كنا ننتظره. وانتوا يا شباب تدرون لو ما تدرون، احنا يا شباب عندنا واحد جاي يقود المسير، هو صاحب الزمان، عدل جاي تمشي. اصلا قلق لا يصير عندكم ابد، تمشي 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 تشوف بعدين صار خير. هسه أمس لأول مرة الكتل منذ سنوات طويلة، طبعا من 2007 اجتمعت هذه الكتل الشيعية كلها حتى يشوفون الموقف شنو، يوحدون الموقف هذا. ثقوا يا شبابنا نسائنا، لن نصل إلى طريق مسدود، ما زال صاحب الزمان يرعانا، هو يفتح لنا الطريق. هسه اخو شفتوا شلون فتح الطريق؟ مو قبل اسبوع واسبوعين واجاك الذيب اجاك الواوي راح يتقاتلون، اشو الحمد لله أميز قعده وشربوا شاي سوا ومحبه. دعونا نتابع ما الذي قاله العراقيون بشان هذا الموضوع. مازن يقول: كلامه صحيح، كلهم ان شاء الله بهدف واحد، هو سرقه العراق وتخريب العراق وبيع العراق. لدينا تعليق من صفاء يقول: لازم صاحب الزمان هو اللي صعد الدولار أو قطع الوجبة الغذائية أو حارب الناس الفقراء بقوتهم، دبطل هاي السوالف التعبانة. رحيم يقول: كافي كذب ونفاق، شنو حسبالك الناس تصدق بكم بعد؟ استحي شوية. تعليق لدينا من محمد تقول: حسبنا الله ونعم الوكيل عليك وعلى الأحزاب والميليشيات والحكومات الفاسدة الظالمة القاتلة السارقة، اللهم أرنا عجائب قدرتك فيهم. هذه جزء من التعليقات مشاهدينا الكرام، وهناك تعليقات كثيرة تتساءل: هل يرعى هؤلاء الأشخاص الذين ذكرهم التاريخ، الذين يذكرهم الدين، يرعون الفاسدين، يرعون هذه الاجتماعات التي يتواجد فيها الفاسدون؟ دعونا الآن ننتقل مشاهدينا الكرام إلى موضوع آخر. أغلق المحاضرون المجانيون بوابة مبنى وزارة التعليم العالي وسط بغداد للمطالبة بتحويلهم إلى عقود ضمن القرار المرقم 315. وذكر مصدر محلي أن المحاضرين ضمن كوادر وزارة التعليم أغلقوا بوابة الوزارة في بغداد وواصلوا تظاهراتهم المطالبة بتحويلهم إلى عقود دائمة من أجل ضمان حقوقهم بعد قرار الوزارة باستبعادهم بدل تحويلهم على الملاك الدائم للوزارة وصرف مستحقاتهم. لنشاهد الآن مشاهدينا الكرام حديث إحدى المحاضرات التابعة لوزارة التعليم العالي، وتؤكد أن الوزارة قامت باستبعاد أساتذة جامعات بالرغم من أنهم على نظام العقود ويمتلكون خدمة لسنوات. لنشاهد. ولكن إحنا وزارة التعليم العالي صار سنتين نتظاهر ولا أحد استجاب لنا، من نواب ومن سياسيين ومن وزير ومن رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي. أنا رسالتي إليك أنه ما أريد تعيين، أنا نفسي ما أريد تعيين،
شهادتي مستعده اني هسه مزقها وما اريدها، بس اريد مقابلتك. اذا انت عم تقول ذولي ابنائي وبناتي اريد مقابلتك، تعال قابلنا، اسمع صوتنا، اسمع مطالبنا. احنا 4000 عائله ننتظر هذا التخصيص، وبالتالي يتم استبعادنا على اي اساس؟ ما قلت ذولي شلون يعيشون؟ صار لنا سنين احنا نداوم ونخدم بهذه الوزاره، وبالتالي يتم استبعادنا؟ ليش هذا الظلم؟ ليش عقود 12؟ ليش فقط وزاره التعليم العالي محاضره شهادات عليا دكتور وماجستير ويقرا ويكتب؟ كنا احنا عقود ما بعد 12، يتم استبعادنا على اي اساس؟ عوائل تنتظر هذا التخصيص، كافي ظلم. واتمنى توصل رسالتي بدون استقطاع. وانتوا اذا تقولون احنا ما عندنا سند قانوني، فهو انتوا اللي ما عندكم سند قانوني باستلامكم لهذه المناصب. مشاهدينا الكرام، نبقى مع نفس الموضوع لكن ننتقل الان الى مقطع اخر للمحاضرين المجانيين وهم يغلقون بوابة وزارة التعليم العالي للمطالبة بحقوقهم، لنشاهد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كما تلاحظون هؤلاء هم قوات الشغل للحكومة العراقية. نحن الآن أمام وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، مجموعة من الأساتذة حملة الشهادات العليا الذين يعملون منذ سنوات في الجامعات العراقية وبدون أي أجر أو بأجور زهيدة تقترب من أن نقول إنها ببلاش. هذه العقود قامت وزارة التعليم العالي بإبرام عقود معهم عام 2019، لكن وهم يعملون منذ 3 سنوات بدون أن يستلموا حقوقهم المادية والمعنوية. واليوم هم يتظاهرون طلبا لحقوقهم. نناشد نحن عقود الجامعات العراقية وخصوصا مجموعة ما يسمى ب12 الذين استثنتهم الوزارة من الشمول بموضوع العقد. الآن مشاهدينا الكرام نتابع بعضا من التعليقات التي وردت بشأن هذا الموضوع في موقع فيسبوك. ملاك تقول: إن شاء الله خير، ما مداومين وملتزمين بالإضراب وربي ينصركم. تعليق من مثابر يقول: الحقوق لا يمكن أن تضيع، وصاحب الحق لا يمكن أن ينهزم، والظالم لا يمكن أن يستمر. نسخة منه إلى الوزارة التي تود سرقة حقوق عقود التعليم. لدينا تعليق من أضواء تقول: أنصفوا عقود 315 في وزارة التعليم العالي وارفعوا الحيف عنهم. آخر تعليق لدينا من سندس تقول: لحد يداوم نشوف شلون يمشون الدوام، وما قعدهم ملاكات، خوش حكي دوام وأتعب وأصرف ببلاش وهم يأكلون حقنا. الآن مشاهدينا الكرام ننتقل إلى موضوع آخر لدينا في هذه الفقرة مرتبط بما سبق بعض الشيء، إلى الفساد المستشري في السيطرات الحكومية، أو سننتقل إلى هذا الموضوع المرتبط بعد قليل، لكن الآن إلى الفساد المستشري في السيطرات الحكومية وفرض الجبايات على سائقي شاحنات في مناطق عديدة من العراق في ظل غياب تام للرقابة الحكومية رغم مناشدات المواطنين لإيقاف هذه الحالة المستمرة. لنتابع الآن مشاهدينا الكرام مواطنا يتحدث عن سيطرة أميرلي في محافظة صلاح الدين التي تفرض جباية الأموال على سائقي الشاحنات دون سند قانوني، لنشاهد. السلام عليكم، اليوم جيت للسيطرة مال أميرلي محمل كارتون تالف من العمارة. قلت لعمي محمل كارتون تالف، يقول غصبا عليك تبقى 15000. قلت لعمي ماكو شي غصب. يقول لي غصبا عليك تبقى 15000 ولا ظل تحكي، خلي له دورية يمه وانا محمل كارتون فارم، يعني 15 هنا وقبان مال كركوك 20000. والله العظيم انا محمل كرون من العمارة لربيل ب400000. والله العظيم يعني شاكل ششراب بس غاز مداير 250000 300000 غاز، محطات ما يطلونا غاز، رحمة على والدي يسوون حل. يعني شوف هذا حول بربك، عبالك كراب، شايف كراب وطابي لو هسه تجيب لك
هاي دراسات نكرم بيها احسن. يعني ماكو هيج ظلم وبظلم وبظلم. شوف 15 ب 20 ب 30 سونا يعني ما يضل لك كل شيء والله العظيم. نبقى مع نفس الموضوع مشاهدينا الكرام وننتقل الآن إلى سائقي الشاحنات في جراج كربلاء وهم يشكون من فرض جبايات مالية عليهم دون سند قانوني. لنشاهد. هاي غرموا باطل، هاي غرموا باطل، غرموا باطل. لو تقطع جباية 1000 وربع لو غرامة 1000 وربع، جباية 1000 وربع منا زيادة زيادة. وهذا أنا قاصة، هذا قاصة من جراج الموحد مال كربلاء، وهناك واقف بالسيطرة مال أبو غرام. يعني شنو حرامية؟ شنو هالوضعية؟ والله مو وضعية. ليش غرموك؟ غرموني، قال لي ليش ما عندك مني فيس؟ وين وصل فيس؟ هذا مكان وصل الغرامة، وين هذا وصل الغرامة؟ هذا 60000 علينا، 60000 اشتغل ب30 ادفع للدولة 60، ليش؟ شنو الآن نتابع بعضا من التعليقات مشاهدينا التي وردت بشأن هذا الموضوع في موقع فيسبوك. صادق يقول والله هيئة النقل عبارة عن هيئة تسليب. زين هنا وين دور نقابة العمال اللي كل شهر يأخذون جباية من السائقين غير الدافع عن الظلم الموجود والحقوق المسلوبة؟ أحمد يقول على كيفكم ويا هالناس، ترى العيشة صعبة وكل واحد برقبة عائلة. تعليق من عقيل يقول إذا أكو ظلم وسرقة بكربلاء هو المراقب الموحد أو المرآب الموحد. إذا أكو ظلم وسرقة بكربلاء هو المرآب الموحد. لدينا تعليق من محمد يقول العراق من حكمه بأهل الدين، غسلوا إيدكم من العراق إذا ما يصير بثورة بإزالة هاي الأحزاب. ننتقل الآن مشاهدينا، قبل قليل تحدثت إليكم عن تعليق يخص التعليم العالي وقلت لكم بأنه يرتبط بموضوع، كان التعليق فيه رسالة تهديد أنه إذا استمر الاعتصام للمحاضرين المجانين فلن تجد هذه الحكومة من تعتمد عليه وتستغله في التعليم دون أن تدفع لهم الأجور. الآن نأتي إلى صورة مشابهة. واقع التعليم في العراق، تعاني مدارس كثيرة من نقص في الكوادر التعليمية بسبب الفساد في وزارة التربية الذي يقوم بتوزيع حصص المدارس من المعلمين على رغبة أو وفق رغبة الأحزاب والمتنفذين في الدولة، حتى باتت بعض المدارس بلا كوادر تعليمية بسبب المحسوبيات وسوء توزيع هذه الكوادر. لنتابع الآن من البصرة وتحديدا مدرسة القيروان في قضاء الهارثة، تخلو هذه المدرسة من المعلمين حيث يتواجد الطلبة فقط لوحدهم. لنشاهد. غير هالسهتين من باب انتهى معلمين دومين اخوان اللي جابوك ادامون. تعال تعال لا تجلس، تعال 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 وين المعلمين؟ وين المعلمين؟ تعال صور لي وين المعلمين؟ ما تقلي وين؟ شيل تحت تفضل، تعال تفضل. من باب معلمين دامون؟ لا. جابون المعلمين دامون؟ لا. خليك تفضل دامون؟ روح ذاك الصف ثاني، تعال. الله يرضى عنك، من يتحمل مسؤولية هاي التلاميذ؟ اليوم داومين تاريخ يوم السبت 2021 4/12 الساعة بالعشرة ولا معلم جاي، من يتحمل مسؤوليتهم؟ تعال. السيد مدير عام تربية البصرة، السيد مدير الإشراف، السعادة مجلس النواب، السيد محافظ البصرة، من يتحمل مدرسة القيروان؟ قضاء الهارثة، قرية حمرينان، قرب سيد سامي، من يتحمل مسؤولية هاي الطلاب؟ صورهم مداومين بدون معلمين، من يقبل هذا الحكي هذا؟ لنتابع الآن مشاهدينا بعضا من التعليقات التي وردت بشأن هذا الموضوع في موقع فيسبوك. حيدر يقول ترى شيء طبيعي لأن الطالب التربية يفروا لك كادر، يوفروا لك كادر والتربية تغلس وتروح وتحكي، وحتى ولي الأمر راجعوا التربية وما يحجون وما يوفرون أي كادر. حيدر يقول وزارة التربية أثبتت فشلها بامتياز، لا مدارس لا معلمين لا كتب لا طلاب، فقط مهتمين بالمدارس الأهلية أو لا كتب للطلاب. علي يقول حجي البلد انتهى، صارت كلها فلوس ومدارس أهلية. آخر تعليق لدينا من حيدر يقول أفشل تربية في محافظة البصرة، لا رقابة لا إشراف في التعليم. هذه جزء من التعليقات مشاهدينا الكرام، نراكم بعد قليل مع فقرة إنفوغرافيك.
أهلا بكم مشاهدينا الكرام. سلط قسم التواصل الاجتماعي في قناة الرافدين الفضائية الضوء على ظاهرة الجوع في العراق، إذ قال تقرير تابع للأمم المتحدة إن نحو ثلث سكان العراق ينامون جياعا في وقت وصفت فيه الحكومة الحالية التقرير بغير الواقعي وغير المنطقي، معتبرة أن العراق لا يعاني من أزمة غذائية. لنشاهد. يا دجلة الخير، يا أم البساتين، يا نبعا أفارقه على الكراهة بين الحين والحين، إني وردت عيون الماء صافية نبعا فنبعا فما كانت لترويني. لم يعد الحال كما كان، فأبناء دجلة الخير باتوا في قوائم الجوع والفقر بالعالم، وظهرت عليهم علامات المعاناة من أوضاع معيشية صعبة، ونهشت الحروب والطائفية والفساد والتهجير أجسادهم. العراق من بين 7 دول تعتبر الأشد جوعاً في العالم، وثلث سكانه ينامون جياع. هذا ما خلص إليه تقرير برنامج الأغذية العالمي التابع للأمم المتحدة، وكان وقعه ثقيلاً على مسمع الحكومة الحالية التي وصفت التقرير بغير الواقعي وغير المنطقي، وادعت أن العراق لا يعاني من أزمة غذائية يمكن أن تسبب تهديداً بالجوع حتى خلال ذروة انتشار جائحة كورونا. ليس مستغرباً أن تنفي حكومة منفصلة عن الواقع ما جاء بالتقرير، فملايين العراقيين يرزحون تحت الفقر، وخيرات بلادهم تسرق من أحزاب هذه الحكومة وسابقاتها، والبلد يعاني من فساد مستشر على نطاق واسع، إضافة إلى توترات أمنية وجرائم طائفية وتهجير للسكان، وجميعها أرهقت المواطنين وأدخلتهم في كفاح مباشر لتأمين لقمة العيش بشق الأنفس بعد أن خيم الفقر على حياتهم. فهل يستسلم العراقيون لواقعهم الحالي ويستمر شبح الجوع والفقر بملاحقتهم؟ أهلا بكم مشاهدينا الكرام إلى فقرة صندوق الوارد. لدينا هذه الرسالة، دعونا نقرأها لحضراتكم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إلى قناة الرافدين المحترمة، نحن ذوي المعتقلين في سجن الكفل في مدينة الحلة بمحافظة بابل، نريد إيصال معاناة المعتقلين داخل سجن الكفل من خلال قناتكم، حيث يعاني المعتقلون من الجوع والعطش بسبب عدم إدخال الماء والطعام إلى السجن منذ أكثر من 15 يوما، حيث توفي بعض المعتقلين متأثرين بهذه الظروف القاهرة والإهمال الطبي، علما أن إدارة السجن تمنع المقابلات المخصصة لذوي المعتقلين في محاولة للتستر على الوضع داخل السجن. ولكم وشكرا لقناتكم الكريمة. مشاهدينا، بإمكان حضراتكم أيضا أن ترسلوا لنا ما ترغبون بعرضه عبر شاشتنا من خلال منصاتنا الإلكترونية المنتشرة في مواقع التواصل الاجتماعي المعتمدة والتابعة لقناة الرافدين الفضائية. نراكم بعد قليل. الآن مع فقرة الهاشتاج، واسمنا لليوم هو أنصفونا حظر العراق ظالم، حيث طالب الجمهور الرياضي العراقي الاتحاد الدولي لكرة القدم فيفا والاتحاد الآسيوي بمراجعة قرار حظر لعب المنتخب الوطني على الأرض العراقية، عادين هذا القرار بالظالم في ظل تعطش الجماهير العراقية لمثل هذه المباريات التي تعد متنفسا وحيدا في ظل ما تشهده البلاد من فوضى. في المقابل، عد مغردون أن المطالبة بهذا الأمر بعيد عن الواقع الذي تفرضه سطوة السلاح المنفلت وهيمنة الميليشيات، فضلا عن الفوضى داخل الملاعب، لا سيما ما شهدته مباراة أربيل ونادي الشرطة أمس السبت مثال على ذلك. دعونا نتابع بعضا من هذه التغريدات. مرتضى يقول: أنا أتمنى أن تعود الملاعب العراقية ويتم رفع الحظر عنها، لكن الأجدر بالاتحاد العراقي معالجة المشاكل التي تحدث في الدوري والتي لا أحد يستطيع معالجتها، لأن المتابع للدوري سيشاهد مصارعة حرة
بين اللاعبين وشغب وعراك بين الجماهير. أنا مع رفع الحظر وليس ضده. نتابع تغريدة من عباس يقول: من الظلم والإجحاف أن يستمر حرمان الجماهير العراقية العاشقة لكرة القدم من مشاهدة منتخباتها الوطنية تلعب على ملاعبها الجميلة. تغريدة من ياسر يقول: الحوادث الإرهابية والأمنية بكل العالم ولا حظر عليهم، لم تشهد ملاعب العراق أي تفجير مثل تفجيرات فرنسا قبل سنوات، ورغم هذا الحظر على العراق فقط يا فيفا، الاعتداءات على اللاعبين أو خطفهم مثل ما يحصل في البرازيل، ورغم هذا الحظر على العراق يا فيفا. لدينا تغريدة من السامرائي يقول: ما راح يعجبكم كلامي، حملة متناقضة إلى أبعد الحدود، ننادي بانفلات السلاح، غياب القانون، اغتيالات بالمجان، فساد، انعدام الخدمات، مغيبون بالآلاف، آلاف النازحين، والفقر المتفشي. غاب العراق لا تضمن حماية مواطنيها، ونطالب الفيفا برفع الحظر عن ملاعبنا مهزلة. إذن مشاهدينا الكرام، هذه جزء من التغريدات التي وردت بشأن هذا الموضوع، نراكم بعد قليل. أهلا بكم مشاهدينا الكرام مع القصص المنوعة. صاروخ روسي تم تجربته على الشعب السوري باسم اسكندر، دعونا نشاهد. اسكندر صاروخ باليستي روسي قصير المدى، يحمل رؤوسا حربية تقليدية أو نووية، ويحلق على ارتفاع 50 كيلومترا بسرعة تتجاوز 6 أضعاف سرعة الصوت، ومدى يصل إلى 500 كيلومتر، ومساحة خطأ لا تتجاوز 7 أمتار. ظهر للمرة الأولى في سوريا عام 2016 عندما دمرت به روسيا مستشفى للنساء والأطفال في مدينة إعزاز شمال حلب، ولكنها نفت الأمر حينها. وبعد تشكيك أرمينيا بفعالية صاروخ إسكندر خلال حربها الأخيرة مع أذربيجان، فضلت روسيا الإقرار بجريمة تدمير المستشفى بنشر مقطع فيديو يظهر إطلاق الصاروخ وآثاره التدميرية، لتؤكد أن إسكندر استخدم بنجاح تام في سوريا. اعترافها ذاك كان لمنع تشويه سمعة صناعتها الحربية بعد أن زادت مبيعاتها من 10.3 إلى 14.5 مليار دولار خلال عام 2015 جراء استخدامها الأرض والمدن السورية كساحة عروض حية اختبرت من خلالها أكثر من 600 سلاح جديد. ودخلت إثر ذلك 10 شركات تصنيع أسلحة روسية ضمن قائمة أكبر 100 شركة في العالم، بعد أن تجاوزت قيمة طلبات شراء الأسلحة الروسية 55 مليار دولار من خلال عقود تربطها مع 100 دولة مختلفة. وأصبح إجمالي مبيعات روسيا من السلاح عام 2018 37.7 مليار دولار، ما جعلها في المركز الثاني لأكثر الدول مبيعاً للأسلحة في العالم، مسيطرة على 25% من صادرات الأسلحة عالمياً. في سبيل زيادة أرباحها المادية استخدمت روسيا المدن السورية كمنصات تجارب ودعاية وترويج لفعالية أسلحتها غير آبهة بما تخلفه من دمار وضحايا بين المدنيين والأبرياء من السوريين. بهذا مشاهدينا الكرام نصل إلى ختام حلقتنا لهذا اليوم، أشكر حضراتكم شكرا جزيلا لطيب المتابعة، وإلى اللقاء.